مواطنون ينتقدون أداء البلديات من حيث الشوارع المصدعة وشبكة كهربائية معدومة ونفايات على الأرصفة، كما تحدثنا أحد المواطنون. أحكي عن الخدمات بس عن الشوارع الحفر والجوار وال في الطرق، يعني بتلقى حفرة قدامها بتقع فيها، بتلقى قدامك ضياق زحمة برضو بالسيارة، تكون من بصير في ضياق على زحمة الشوارع، وبتلاقي صعوب مرات بسكر سكر الشارع بنقعد فترة حتى الشارع يفتح، غير الحفر والجوار والمقع فيها. بلدية شيحان التي شهدت تغيرا جذريا في مختلف القطاعات الخدماتية التي من ضمن اختصاصهم، إنها ستستمر على قدم وساق لإنجاز كافة المهام في المنطقة. نحن في من خلال عام 2013 لغاية هذا التاريخ حقيقة يعني ظهرت موازنة المالية بشكل جيد ممتاز، قاربت 2 مليون تقريبا، خصصت جزء منها لا يستهان في خدمة البنية التحتية والخدمات للمواطنين بكافة أطياف. فكيف يستطيع المواطن يعني ينتقد البلدية في أدائها؟ البعض، نحن لا نقول البعض، يعني جزء من الناس من لا يستفيد من خدمة ذاتية أكيد راح ينتقد البلدية. هذا واقع يعني موجود وين ما كان، موجود على مستوى المجتمعات المحلية. وهناك من يعني يميز البلدية بأدائها الواضح الواقع وليس حبر على ورق. نداءات خدمية لأبناء شيحان المدينة ووعود رسمية لإداري شيحان البلدية، وهنا يبقى السؤال مستمرا، هل ستجد تلك النداءات حيزا ملموسا على واقع خريطة القرارات لبلدية شيحان؟ عقاب المحاسنة لبرنامج من نوفينا.